والآن مع محاضرة تفاعلية مع الدكتور عطية استشاري إدارة الأعمال والتسويق، هو صاحب هاشتاج اتعلم مع عطية بإجمالي مشاهدات 250 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة هنتكلم على إيه بقى؟ هنتكلم على حاجة اسمها patient dilemma. إحنا دايماً عندنا مشكلة دايماً، والمشكلة دي إحنا عايشين فيها بشكل كبير أوي. دايماً إحنا مشكلتنا في إيه بقى؟ إحنا كصيادلة كل ما نقعد مع حد نقول له أخبار المبيعات إيه؟ أخبار السيلز إيه؟ يقول لك الدنيا قليلة، المبيعات قليلة، البيشن قليلين، الشغل قليل. نسأل حد من زمايلنا، نتصل بحد من الصيادلة اللي موجودين حوالينا، البريسكريبشن بتاعتنا قليلة، السيلز قليلة، مفيش زباين، مفيش ديليفري. طب نتصرف إزاي؟ قبل ما نلوم على الناس وعلى السوق وعلى الدنيا، لازم نلوم على نفسنا الأول. يعني أنا محتاج اللي أنا أبقى من النفس اللوامة. خلي بالك، أنا اللي بشد الزباين وأنا اللي بشد الكاسمرز، مش الزباين بتجيلي وأنا قاعد وفتح بس كده. من أهم الحاجات اللي أنا لما أجي ألوم على نفسي، اللي أنا إزاي بتواصل مع الكاسمرز بتوعي. ففي حاجة أبتدي أدور على الصيدلي أو الباراميديكال، الراجل اللي قاعد بيتواصل إزاي مع الكاسمرز ومع الزباين دول. مشكلتنا الأساسية في الحياة كلها في الموديل ده. إزاي بقى؟ أنا النهاردة دايماً بوصل رسالة لكاستمر من الكاستمرز، لزبون من الزباين. الحياة كلها قايمة على الكوميونيكيشن موديل ده. طب قايمة عليه إزاي؟ إن في واحد سندر بيبعت رسالة، أنا دلوقتي بوصل لحضرتك رسالة أو بكلمك في موضوع. أنت عن الناحية التانية أنت المستقبل. يا ترى الدنيا سهلة كده في واحد سندر واحد ريسيفر؟ هقولك لأ، في حاجة في النص اسمها نويز، دوشة. طب الدوشة دي اللي هي ايه؟ اللي هي حد بيخبط كده في الشارع، حد بينادي على حاجة؟ هقولك لأ، ده أنا عيني في عينك وانت مش مركز. طب انت مش مركز في ايه؟ مركز في الأكل، مركز مع اللي بتتفرج على تلفزيون، بتفكر في الزبون اللي قبل كده عمل ايه وقال لي ايه. فعلى هذا الأساس ان في واحد سندر وواحد مستقبل، وفي في النص مسج، انا بقولك كلمتين وانت لازم الناحية التانية تبقى انت بتاخد فيدباك. طب يا ترى ايه الاخبار ايه؟ يا ترى انت سامعني؟ يا ترى انت اشتريت؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. من اهم الحاجات اللي انا لازم ابقى فاهم الجزء بتاع الكوميونيكيشن موديل. طب انا على طول برسل؟ لا، ده انا اوقات برسل واوقات بستقبل. انا في اوقات ببلغ الزبون حاجة، وفي وقت تاني بسمع من الزبون. لازم انا النهاردة عشان ازود المبيعات وأكبر الشغل بتاعي، لازم أشتغل بطريقتين، حاجة اسمها أب سيلينج وحاجة اسمها إيه؟ كروس سيلينج. إيه الأب سيلينج؟ الأب سيلينج أنت بتروح أي كافيه من الكافيهات، كنت داخل تجيب قهوة قد كده، فيبتدي يقول لك مش عايز كريمة، مش عايز فليفر، مش عاوز مش عاوز. كنت داخل تدفع 40 جنيه، لقيت نفسك دفعت 100 جنيه. على الناحية التانية في حاجة اسمها أب كروس سيلينج. كروس سيلينج كنت داخل تجيب قهوة، فلقيت نفسك اشتريت تارت واشتريت اكل واشتريت حاجات. طيب اعملها ازاي انا بقى في السوق بتاعي؟ انا النهارده كنت داخل اشتري حاجه انضف بيها ايدي، مسحوق غسيل، ديترجنت، اي حاجه، كنت عايز 20 30 ملي. فلما ابتدي النهارده اعمل اب سيلينج، ابتدي اقنع الزبون اللي هو يشتري البوتل الكبيره امه 50 ملي. الناحيه الثانيه انا كنت داخل اشتري بوتل صغيره عشان انضف بيها ايدي، اشتريت صابونه واشتريت شامبو واشتريت ليفه واشتريت حاجات كتير قوي. يبقى ده الاب سيلينج وده الكروس سيلينج. طيب ببساطه، الاب سيلينج اللي انت لما يخش عليك زبون يقول لك انا بردان وتعبان، اديني بس ايه حبايه بنادول، اديني شريط بنادول، فتبتدي تعرض عليه. طب الحبايه بسعرها كذا، الشريط سعره كذا، طب ما تاخد علبه. الحباية دي هتاخدها ايه؟ يقول لك هاخدها مرة. طب انت مرة هتخف بمرة؟ تبتدي تعلي معاه الحاجة اللي هو بيشتريها من نفس المستحضر ونفس المنتج اللي انت بتتكلم عليه. وهقول لك دلوقتي هي بتزود حجم المبيعات بالنسبة لك قد ايه. خلي بالك، انت لازم تعلم الشباب اللي بيشتغلوا معاك في الصيدلية وانت تعرف طرق البيع دي عشان تزود الريفينيو. ما تقعدش قاعد مستني الزباين هي تجيلي او ما تجيليش.
ده انا لازم ابتدي افكر ازاي هاو تو اتراكت الكاستمرز بتوعي وازاي ازود الريفينيو حجم المبيعات. تاني حاجه اسمها الكروس سيلينج. كروس سيلينج اللي هو كان داخل تعبان وزوره بيوجعه وتعبان بيقول لك اديني شريط بنادول. اتفضل الشريط. طب حضرتك انت بتعاني من ايه؟ انت مشكلتك ايه؟ يقول لك والله اصل انا عندي كحه وودني مش سامع بيها ودنيتي مش متظبطه ومش عارف اروح الشغل. خلي بالك انت ممكن يكون عندك اشتباه في مرض من الامراض اللي ماشيه الايام دي. انت لازم تاخد زيستروماكس، لازم تاخد البنادول معاه، لازم تاخد نقط مناخير. فكان داخل يشتري شريط طلع برشته طويله عريضه. ده اسمه ايه؟ اسمه الكروس سيلينج. طبعا ده مثال من الامثله، ممكن تضرب انت بقى 50 مثال ازاي تعلي حجم الريفينيو وحجم المبيعات باستفاده المريض. خلي بالك ركز معايا، انت مش بطلب منك اللي انت تلزق له اي حاجه وتديها له وخلاص. انا عاوزه يستفيد ويحس اللي انت عطيت له حاجه هو فعلا طالع مبسوط ومرضي. يبقى انا النهارده من اهم الحاجات لازم افهم احتياجات العملاء. يعني لو انا فهمت الكاستمرز عايزين ايه ومحتاجين ايه، انا بالنسبه لي هقدر اوصل لمبيعات زياده. لان اسهل حاجه المبيعات الشورت، اللي انا اضرب لي ضربه ضربتين وسلامات تحيات، الزبون مش هيجي لي تاني. بس الزبون لما يحس اللي هو انا بارتنر معاه وبخاف عليه وبحاول اقول له اشتري ده وما تشتريش ده، ده هيبقى اوفر لك، ده احسن لك. لانه لو حس اللي انا بستغله مش هيجي لي تاني. فاول حاجه هنا الاب سيلينج. الاب سيلينج يعني ايه؟ يعني ابتدي اقترح عليه من نفس المنتج اللي هو كان بيشتريه بس بنسبه اكبر. بدل ما تشتري حبايه خد شريط، ده هيبقى اوفر لك. بدل ما كل يوم تيجي تاخد شريط بجنيه، الشريط كله بتسعة جنيه، في 19 حبايات. فانا لازم ابقى فاهم كويس انا بقدر اوصل لدماغ الزبون والزبون بيفكر في ايه. تاني حاجه لازم اوصل له قيمه اللي هو هيشتريه، مش مجرد بس اللي انا بديله المنتج وخلاص. خلي بالك تاني، اول ما هيحس اللي انت بتستغله او عاوز تلزق له المنتج مش هيجي لك تاني وهيطلع عليك ايمج مش كويس. ده الاب سيلينج. يبقى الاب سيلينج اللي انا بعمل ايه؟ بشجع اللي هو يشتري منتج او مستحضر يكون له قيمه وهيستفيد منها. لازم يبقى عليها يستفيد من ناحيه الفاينانشال. والدكتور كان لسه بيتكلم بيقول لك مفيش فلوس، فانا لازم اضيف قيمه مضافه للزبون عشان يقدر يشتري ويجي لي تاني. طب يا ترى ان يؤسل الكروس سيلينج ولا الاب سيلينج؟ الاثنين حلوين، بس مين فيهم افيد لي انا كصيدليه؟ الاب سيلينج اللي هو داخل يشتري شريط بنادول او حبايه بنادول وادي له علبه كامله، ده الاسهل. لان هو جاي مختار، هو عارف هو عاوز ايه، بس انا بعلي له الكميه او الفاليو. بدل ما كان داخل يشتري ب 10 جنيه اشترى شريط ب 50 جنيه او علبه ب 50 جنيه. فهنا الاب سيلينج هو اكثر سهوله، هو اسهل لي انا كراجل بياع واقف جوه الصيدليه، بديله الاختيار الاول اللي هو عطاه لي. خلي بالك ان الاب سيلينج اللي انت تعلي نفس الاصناف اللي هو عاوزها هتكسبك انت من 30 ل 50%، يعني هتزود لك الريفينيو بتاعك من 30 ل 50%. انت لو فضلت وقعدت تفكر ازاي توصل كل زبون تفيده، لانك انت في الاول وفي الاخر انت بارتنر معاه، انت مش بياع واقف بتجيب له من على الرف تديله، انت شريك معاه. لازم تحط في دماغك القصه دي. الناحيه الثانيه الكروس سيلينج ده اصعب، لان هو كان داخل يشتري شريط انت عطيته مضاد حيوي وعطيته نقط مناخير وعطيته وعطيته، بس هو مش هيطلع فلوس من جيبه غير لما يحس اللي هو النهارده الحاجه اللي هو اشتراها دي هي بتفيد. هي هو الدنيا سهله قوي كده اللي انا النهارده اعمل اب سيلينج او كروس سيلينج والدنيا تخلص؟ ما كانش حد غلب. الحدوته هنا اللي انا افهم دماغ الكاستمرز بتاعي وهو هيشتري مني ايه وهو عاوز ايه. ان في اربع انواع من الزباين موجودين في السوق. اول واحد اللي هو الراجل الدرايفر الذي بيقود الكول اللي بيجي يتكلمها لك، يعني يخش عليك هو اللي عاوز يقود الكلام، هو اللي لو عايز يبقى متحكم في الكلام، حتى انت لو انت الاونر بتاع الصيدليه وانت صاحب الصيدليه. تاني واحد الاكسبريسيف اللي يحب يتكلم، يحب يقول، يحب يحكي. تالت واحد اللي هو الاميابل
الزئبقي اللي هو عاوز يقعد يتكلم معاك بس يشتري او ما يشتريش. اخر واحد اللي هو المحلل، انت جبت الدواء ده منين، انت بتكسب كام، المستحضر ده مين الروماتيريال بتاعته، هي سوفكي وموجوده في شركه ايه، موجوده في مكان مين، مين رئيس مجلس اداره، مين مين مين. اول واحد الراجل اللي هو الدرايفر. خلي بالك انت لو فهمت الاربع موديل دول انت هتعرف تتعامل مع الكاستمرز بشكل او باخر. وانا كبني ادم في الحياه محتاج ان انا اعرف اربع انواع الانماط من الشخصيه. يعني لو انا موظف لازم اعرف زمايلي، اعرف مديريني، انا كراجل صاحب صيدليه لازم اعرف الناس اللي هم الزبائن بيخشوا عندي. اول واحد ده قائد. قائد يعني ايه؟ ليدر. الراجل ده عاوز ايه؟ عاوز ياخد هو القرار. اوعى انت تاخد القرار وتحاول تديهوله، مش هيشتري منك. يعني ايه؟ يعني هو تحط الكلام على بقه، تديله اختيارات وهو ينقي هو ايه اللي يناسبه وايه كويس بالنسبه له. الراجل القائد ده لو اقنعته هياخد القرار بسرعه، هيشتري على طول. اهم حاجه بالنسبه له الاداء والفاعليه. يعني هو عاوز المنتج اللي يفيده ويبقى افكتيف ولطيف. بيدور على طول على العروض، عاوز الخصومات، عاوز المنتجات اللي عليها اوفرز. دايما بيبحث عن المنتجات والحاجات الكويسه. دايما الراجل ده يحب هو ياخد القرار. لو انت قلت له خد ده مش هياخده، لازم تقول له ده احسن من ده، ده افضل من ده، ده كويس من ده، وبعد كده هو اللي ياخد القرار وتديله تقول له ده تصدق ده اختيارك ده مع انك مش صيدلي بس انت كان اختيارك هو الاختيار الصائب والاختيار الكويس. تاني واحد اللي هو الاكسبريسيف. الاكسبريسيف ده اللي هو مين بقى؟ المعبر. معظم البيشن اللي بيجوا لك الصبح، الناس اللي على المعاشات، الناس اللي هم كان رئيس محكمة، الرجل اللي كان شخصية مهمة في الحياة، الرجل ده عايز ايه؟ عاوز حد يسمعه، عاوز هو يمسك الميكروفون ويقعد يتكلم ويقول انا كنت بعمل كذا وانا بخلي كذا. الرجل الاكسبريسيف ده دايما بيعبر على اللي جواه. فعاوز سعادتك بقى افتكر الكوميونيكيشن موديل والنموذج بتاع التواصل، لازم انت تسمعه. لو انت خلقك ضيق مش هيشتري منك ولا هيجي لك تاني. وعشان كده لازم تحط حد الصبح في الصيدليه يكون يا فيميل يا حد خلقه طويل ويقعد يتكلم مع الناس، الناس بتاعه المعاشات، الناس اللي رايحه، الناس اللي جايه، اللي رايحه تشتري الخضار الصبح، فبيعدي على الصيدليه ياخد الادويه بتاعته ويحكي ويتكلم. انا ابني عمل، انا ابني خلى، انا ابني مسافر، ده انا كنت رئيس مش عارف كذا. دايما هو يحب يحكي، وطول النهار عمال يشير على السوشيال ميديا ويحكي حكايته، ده انا رحت صيدليه اكس والراجل الصيدلي عمل معايا كذا وانا خليت كذا. حتى لو هو ما عندوش متابعين ولا حد بيتفرج عليه، بس هو بيتابع وبيشوف وبيحكي حكايته على طول، سواء ليك او على مواقع التواصل الاجتماعي. دايما هو مؤثر في الكوميونتي بتاعته، الجروب بقى بتوع العيله، الجيران بتوعه، ده انا رحت صيدليه كذا، ده الدكتور ده جميل، ده مش عارف بيعاملني بطريقه كويسه، بودي له الروشته بيه. طبعا افتكر دايما ان الحياه دلوقتي بقت كلها ديجيتال، دلوقتي بقى الدنيا كلها مواقع التواصل الاجتماعي وواتساب، فانت لازم تتعامل بالطريقه دي وهحكي لك ازاي تعملها. دايما الراجل المعبر زي ما هو بيحكي لك لازم انت تبقى عينك في عينه، لازم تسمع له، لازم تقول له اه عندك حق، لا الموضوع ده. لو انت النهارده صنم كده وقاعد بتسمعه خلاص، يبقى مش هتوصل معاه لحاجه. يعني لازم تتفاعل معاه بشكل كويس وشكل هايل. بيدور على اللي حد يسمعه ويكلمه. اصعب اكتر زبون صعب بالنسبه لك اللي هو الاميابل، وبنقول عليه الودود. بس الزبون ده هو الزبون الزئبقي اللي تجيله كده يجي لك كده، تجيب له مستحضر كده يقول لك لا انا عاوز المستحضر التاني، مش عاوز ياخد قرار ويدفع فلوس، مع انه راجل لذيذ ولطيف ويحب يحكي ويحب يتكلم، بس زئبقي مش عارف اخد منه لا حق ولا باطل. دايما الراجل ده صديق الصيدلي، حب يتكلم معاه ويحكي له ويقول له، بس اول ما تجيب له سيره البيع او المستحضرات او الاسعار يبتدي ايه؟ يقول لك انا هسال، هشوف، اصل الصيدلي الفلاني بيديني خصم اكتر من الخصم بتاعك. بيهتم جدا بالجزء بتاع الخدمه الشخصيه اللي انت تتعامل معاه الوان تو وان، مش مجرد بس اللي انا بقول له كلام وخلاص.
الجزء بتاع الثقة والمصداقية من أهم الحاجات اللي بالنسبة له. دايماً الأميابل ده زئبقي، كل ما تزنقه في حتة يطلع لك من حتة تانية. فعلى هذا الأساس هو متردد في اتخاذ القرارات، فأنا محتاج اللي أنا أساعده في اتخاذ القرار اللي هو هياخده. بيدور على طول على التجارب الإيجابية بتاعت الناس اللي حواليه. آخر واحد، وده من الشخصيات المتعبة بالنسبة لك، اللي هو الأناليتيكال، اللي هو المحلل، هو الأكتف إنجريدينت إيه، هي المادة العلمية إيه، هو تاريخ الصلاحية بتاعته إيه، طب بس أنا شفته ومش عارف كذا، طب الشركة دي مقاطعة ولا مش مقاطعة. يدخلك في ديتيلز كتير قوي، وانت منفعش اللي انت ما تردش عليه، لازم ترد عليه لانه هو محلل. خلي بالك انواع الشخصيات دي مش انواع الزباين بس، لازم انت تطلع نفسك انت فين من الاربعة دول. لازم تطلع الناس اللي بيشتغلوا معاك في الصيدلية هم انهي من الاربعة، لازم الناس اللي في البيت تعرف هم انهي من لانك في الاول وفي الاخر لو فهمت الاربع انماط من الشخصيات دول هتعرف تتعامل مع الحياة بشكل ايجابي وبشكل كويس. الراجل الاناليتيكال هو دقيق، يحب يخش في الديتيلز، يحب المعلومات، يحب الادله على الكلام اللي انت بتقوله، ما تقولوش كلام مرسل، لازم تسمعه انت وتكلمه على الصفقات الجديده، على الاوفرز، على العروض، على الجمعه البيضاء، على العروض دي من اهم الحاجات اللي هو يخليه يدور عليها. دايما الراجل ده ما يحبش يخش في المستحضرات الجديدة، في المنتجات الجديدة، لأنها فيها مخاطر بالنسبة له، هو ما اشتراهاش قبل كده، الدواء ده ممكن يتعبه، هو بياخد دواء معين وماشى عليه، إيه اللي يخليني أخد دواء جديد؟ أنماط الشخصية الأربعة دول لازم أنت تبتدي تجيب بقى الليستة بتاعت الكاستمرز بتوعك وتبتدي تكتب. الراجل ده محلل، الراجل ده أميابل، الراجل ده إكسبريسيف، الراجل ده درايفر. وقبل ما تعمل الاكسرسايز ده اعمله على نفسك، اسال نفسك انا فين من الاربعه دول. دايما احنا بنقعد نسمع الاستراتيجيات جوه الشركات بتاعتنا، جوه الصيدليات بتاعتنا، احنا الاستراتيجيه بتاعتنا اللي احنا نعمل 1 2 3. بنقعد نسمع استراتيجيات الدول جوه الشركات، طول النهار بتسمع استراتيجيه 2024 هنعمل ايه، بتشوف في التلفزيون والسوشيال ميديا ده خبير استراتيجي، وانت من كتر ما بتسمع الكلمة دي خلاص ما بقيتش عارف معناها. طيب انا كراجل بتاع صيدلية، كان صاحب الصيدلية، ايه الاستراتيجيات اللي ممكن اشتغل عليها؟ اول حاجة اللي انا كصيدلية اقدم خدمات استشارية مجانية. يعني ايه خدمات استشارية؟ يعني انا النهاردة مش واقف بجيب الحاجة من على الرف اديها للصيدلي، اللي انا النهاردة بدي انصح الناس، ابص على الروشيت من غير ما أفتي ومن غير ما أعالجه أنا، لأن ده مش دوري، بس أقول له الدواء ده أحسن من الدواء ده، الدواء ده تاخده في الوقت الفلاني ده. تاني حاجة أوسع الخدمات الاستراتيجية اللي أنا بقدمها للصحية بتاعتي. يعني أعمل إيه؟ أعمل تحليل دم، أعمل هشاشة عظام، أعمل له رف بتاع الكوزموتيك. أوسع مش مجرد بس اللي أنا بيع المستحضر والدواء بتاعي، لا، أعمل منتجات زيادة تساعدني في الرعاية الصحية. تاني حاجة اللي أنا أعمل فيرتيكال، أزود عدد ساعات العمل، هزود فيرتيكال. في حاجة اسمها نظرية الاحتمالات، اللي أنا كل ما هخبط على بيبان أكتر هقابل زباين أكتر. فأنا النهاردة بشتغل 8 ساعات، لو بشتغل 10 ساعات، لو في 8 ساعات بيجي لي 100 زبون، لو فتحت ساعتين كمان زيادة هيجي لي 20 زبون زيادة. أبني علاقات مع العملاء، ما بقاش زي الآلة كده، هات يا ابني تروح عطياله، تروح واقف، خد ودي مع الزبون، احكي معاه، خد ودي واحكي، قول له ايه رايك، طب حضرتك بقالك مده ما جيتش. وممكن اعمل كل ده اونلاين وديجيتال واشتغل فيزيكال بالكلام ده. اطور الجزء التسويقي الرقمي، يبقى عندي جروبات واتساب، عندي موبايل ابلكيشن، موجود على السحابه الالكترونيه، موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بعمل عروض، لان الناس كلها دلوقتي قاعده حاضنه التليفونات، مش مجرد بس اللي هو بينزل يشوف الصيدلية، لا، الهوت لاين حد بيرد على الناس، بيساعد الناس. اللي أنا ركز على المنتجات المتخصصة، أشوف الصيدليات اللي حواليها بتقدم إيه، وأنا أجيب مستحضرات وأجيب النواقص اللي مش موجودة عند حد. أركز على الجزء بتاع حواليا دكاترة كتير أو بتوع درماتولوجي، أجيب المنتجات بتاعتي، أميز نفسي. آخر حاجة اللي أنا ألتزم بالجودة. ده كلام جنرال،
ملوش علاقة بالاستراتيجيات. طب ايه الاستراتيجيات؟ الاستراتيجية هي بالبلدي كده هي اللونج تيرم بلان، الخطة الطويلة الأمد. طيب في 5 أنواع من الاستراتيجيات لازم أنا أبقى عارفهم وفاهمهم كويس. خلينا نقول إيه استراتيجية النمو البطيء. إيه النمو البطيء؟ أنا كنت ببيع في 2023 ب100,000 بمليون، يبقى في 2024 مش هقول هبيع 1.5 مليون، لا هبيع 1.1 مليون. يبقى أنا النهاردة همشي خطوة خطوة. عندي فرع واحد من صيدلية فعايز أفتح فروع جديدة، ما روحش أفتح 10 فروع في سنة، لا هروح أفتح كل سنة أو كل 6 شهور فرع جديد. يبقى أنا هعمل إيه؟ النمو البطيء. همشي تاتا. طب أنا أشتغل إمتى باستراتيجية النمو البطيء؟ أشتغل باستراتيجية النمو البطيء لما يبقى في مخاطر حواليا كتير، كومبيتيتور كبير، في مجموعة صيدليات حواليا، السوق مش حلو، الزباين مش حلوة، في تغيرات في سعر الصرف، فأنا همشي تاتا تاتا بدل ما أقفل. أول حاجة في النمو البطيء يبقى الاستمرارية، الاستدامة. قليل دائم احسن من ان انا ايه اشتغل وافتح واعمل افكار كتيره وما اوصلش لحاجه. اركز على الكواليتي، على الجوده. خلي بالك اللي هيخليك تنجح انت كصيدلي اللي انت لازم تبقى عارف حاجه اسمها الميزه التنافسيه، الكومبيتيتيف ادفانتج، اللي انا اميز نفسي عن الناس اللي حواليا، اتجنب المخاطر، اللي انا ما اخشش بقى وافتح صيدلات كتيره وبعد كده ايه يبقى عندي مرتجعات وعندي بضاعه وعندي حاجات ومش عارف اوصل لها. اقلل الكوست، اللي انا لما امشي دنجا دنجا وسيكا سيكا الدنيا تمشي بالنسبه لي، اتجنب المنافسه الشديده. تاني حاجه بقاء الوضع كما هو عليه. انا كنت ببيع في 2023 بمليون، يبقى في 2024 انا عاوز ابيع بمليون برضه. هتقول لي يا عم ده الناس كلها بتزيد، انا ازاي اشتغل كده؟ اقول لك المنافسه صعبه، تغيرات كتيره، ده الناس كلها حواليك بتقفل. الاحسن اللي انت تمشي جوه الحيط احسن ما انت تجيب ضرافه. فعلى هذا الاساس اشتغل باستراتيجيه بقاء الوضع كما هو عليه. يبقى هشتغل بالزباين اللي عندي، بالبضاعه اللي عندي، باللوكيشن اللي انا موجود فيه، مش عايز اكبر قوي بس عايز الدنيا كلها تبقى ماشيه ايه كويس. بقاء الوضع كما هو عليه لازم انا يبقى عندي ثبات، يعني انا بشتغل وببتدي اظبط دنيتي اللي انا افضل مكمل، اللي انا افضل فاتح، اللي انا افضل ابيع بنفس البيع اللي انا ببيعه كل يوم. هقلل المخاطر لان كل ما هفتح اكتر كل ما هعرض نفسي اللي الدنيا ما تبقاش حلوه بالنسبه لي. هركز على الكواليتي، فانا هقدم احسن خدمه وباحسن طريقه، هفضل في نفس السيتويشن ونفس المكان اللي انا موجود فيه. ثالث استراتيجيه، ودي الاستراتيجيه اللي العالم كله بيشتغل بيها، اللي هي اسمها القياده في التكاليف، الكوست افكتيف ليدرشيب. ايه القياده في التكاليف دي؟ اللي انا احاول اقلل المصاريف بتاعتي على قد ما اقدر واقدم احسن خدمه. كل التليفونات وكل العربيات وكل الحاجات اللي انت بتشوفها العالميه بتتصنع في دول تانية. بتتصنع في دول تانية ليه؟ لان انت النهارده لازم تقلل التكاليف بتاعتك عشان تعلي الربحيه وتعلي المكسب بتاعك. يعني التواصل بتاعك وتعمل جروب على الواتساب او تعمل موبايل ابلكيشن، ده احسن ما تقعد توزع ورق بعد صلاه الجمعه، لان الورق هتطبع 1000 ورقه ب1000 جنيه، بس لو عملت بوست ومولته ب200 جنيه هيوصل لاكبر عدد في نفس المنطقه اللي انت موجود فيها. فانت لازم تعرف انت ايه اللي بتصرف ايه، تحلل التكاليف بتاعتك بشكل كويس، تستخدم التكنولوجي. الموبايلات اللي في ايدينا مش معموله بس عشان انترتينمنت، لا ابتدي افيد الناس بمعلومات طبيه واوصل لهم اللي انا عاوز ايه اقوله. احسن الجزء بتاع السبلاي تشين، يبقى عندي ديليفري، عندي واد بعجله، مش لازم اجيب فان كبيره واجيب عربيه كبيره واوصل، اجيب ولد بعجله مش هيدفع ولا بنزين ولا هيدفع، مرتبه صغير. هرشد العمليات، هحسن الديزاين بتاعي، هقلل المصاريف. اخر استراتيجيه، استراتيجيه التميز. خلي بالك انا قلت لك من شويه الكومبيتيتيف ادفانتج، عشان انجح لازم يكون عندي ميزه تنافسيه. الميزه التنافسيه اللي انا اركز، اللي بيشتغل في 500 حاجه وبيشتغل مع تعاقدات وبيشتغل مع دكاتره وبيشتغل مع ووكن بيشن وبيشتغل ما بيوصلش لاي حاجه. لو انا ركزت مع شويه الدكاتره اللي حواليا، ركزت على الناس التعاقدات اللي بتجيلي، لو ركزت على اي شغلانه من الشغلانات هنجح فيها وهوصل بيها لاحسن حاجه. في استراتيجيه التميز اللي انا بحط نفسي المنافسين كلهم هنا، انا هروح اقعد هنا،
ليه؟ لأن عندي نواقص، بشتغل على مجموعة معينة من المرضى، بشتغل على مجموعة معينة من الأطباء. فاستراتيجية التميز هي من أهم الحاجات اللي أنا لازم أركز عليها وفوكس عليها. طب أعملها إزاي بقى؟ يبقى عندي منتجات أو خدمات مش موجودة عند حد تاني، وممكن تبقى خدمات قليلة وحاجات قليلة. تاني حاجة اللي أنا أعمل حاجة الناس اللي حواليا ما بيعملوهاش، الشارع بتاع السكة الجديد في صيدليات كلها، في صيدلات بالكيلو، في دكاترة بالطن. إيه اللي بيخليك أنت تخش الصيدلية دي وما تخشش الصيدلية اللي جنبها؟ اللي أنا أقدم خدمة، عندي نواقص وعندي مستحضر، عندي ولد أو بنت جميلة واقفة بترد على الناس وتتعامل مع الناس بطريقة كويس، بعمل كومبيتيتيف أدفانتج، بركز، ببتدي أفكر في العملاء بتوعي. خلي بالك الزبون بتاعي هو بابا وماما. لو أنا قعدت أنتقي العملاء وأقول أصل ده كويس وده وحش وده يبقى مش هشتغل. استراتيجية التركيز أركز على فئة معينة من الناس، اللي أنا أركز على التكاليف، على الفلوس، أعمل عروض، أعمل مكاسب، أعمل حاجات تشد الناس، فإيه الناس كلها تجيلي عشان تشتري مني. تاني طريقة اللي أنا أميز، اللي أنا أجيب حد كويس بيعرف يرد على الناس، عنده الكوميونيكيشن موديل، بيعرف يتواصل بشكل كويس، فيقدر يوصل لإيه؟ للأهداف بتاعت الصيدلية بتاعتي. من مزايا استراتيجية التركيز اللي أنا أحط نفسي بعيد عن المنافسين. الكمبيوتر قاعدين هنا، أنا قاعد الناحية التانية، أنا في حتة تانية خالص. تاني حاجة اللي أنا أبتدي أشوف احتياجات الزبائن. خلي بالك السوق very dynamic، الدنيا كلها متغيرات، الزبون من 3-4 سنين غير الزبون النهاردة، غير الزبون بتاع بكرة. احتياجات الناس وطلباتهم لازم أنا أبقى متابعها وفاهمها بشكل كويس. يبقى أنا لازم أبحث بقى وأدور على الفئة المستهدفة. أنا هشتغل على مين؟ أنا مش فاتح بلاد الله خلق الله، ده أنا فاتح ومستهدف مجموعة معينة من الكاستمرز. أطور المنتجات بتاعتي، لازم أنا أشتغل على السوشيال ميديا، أتواصل مع الناس، أحب الناس. طيب إحنا قلنا شوية استراتيجيات، طب أنا كل استراتيجية من الاستراتيجيات اللي إحنا حطيناها من شوية، الإكسرسايز بتاعك بقى إيه؟ اللي أنت كل استراتيجية من الاستراتيجيات بتاعة تقديم الخدمة الاستشارية، اللي أنا النهاردة أبقى متميز، اللي أنا أوسع خدمات الرعاية الصحية، اللي أنا يبقى عندي تميز وأبقى مركز. لو أنا النهاردة عايز أزود زيادات ساعات العمل، يبقى أنا النهاردة بشتغل على استراتيجية الكوست إفكتيف، القيادة في التكاليف. أقعد فكر بقى في كل أكشن أنت ممكن تاخده، وإيه هي الاستراتيجية اللي أنت تبقى تعملها. طبعاً أنا بشكركم جداً على تواجدي مع شركة سوفيكو، بشكركم على الحضور الكريم. وينجو فلنا النهاردة عندي أنا إيه بقى؟ أنا بحبتش أحط سلايد دي في الأول، حبيت أحطها لك في الآخر. أنا عندي هاشتاج اسمه تعلم مع عطية، عليه 260 مليون، عندي أكتر من 5 مليون متابع على السوشيال ميديا، بتكلم في الإدارة، بتكلم في التسويق، بتكلم في إزاي النهاردة أوصل لزباين أكتر بطرق براكتيكال ولمسة الأرض. لأن الكلام على كتب الكلام كتير والكلام سهل، بس التنفيذ على أرض الواقع هو ده اللي إيه؟ اللي بيدخل لك ريفينيو وبيعمل لك مكسب. عندي كتاب أخدت الهاشتاج اللي عليه 260 مليون حولته لكتاب، كتاب اسمه تعلم مع عطية بارت 1، بيتكلم على التسويق من الألف إلى الياء. ده كان موجود في معرض الكتاب السنة اللي فاتت، كان موجود في معرض دبي، موجود في المملكة، موجود في العراق، وليه ريتنج عالمية. إن شاء الله الجزء الثاني أو الكتاب الثاني هينزل خلال أيام، اللي هو اتعلم مع عطية الإدارة من الألف إلى الياء. أنا بشكركم طبعاً على الاستماع، وبشكر الشركة طبعاً على المقابلة الجيدة، وإن شاء الله نتقابل على كل الجمال وصحة وحاجات جميلة. ولو أنت مش متابعني لازم تتابعني وتفعل الجرس. يلا السلام عليكم.